الفرق بين التوست الابيض والتوست البني. احنا طول الوقت بنقول ان احنا لازم نقطع العيش الابيض وما ناكلش التوست الابيض، رغم ان الناس اتفاجئت ان التوست الاسمر ده سعراته تقريبا، يعني دي قطعه 24 جرام، السعرات هنا 69 سعر والسعرات هنا 61 سعر، ففي 8 او 9 سعرات تقريبا فرق بين دي وبين دي. طب ليه احنا بناكل دي وطول الوقت بنقول ما ناكلش الدي الابيض؟ الدي الابيض مشكلته عندي انه انا عشان اخس المفروض ان انا اكون مظبط هرمون الانسولين، ده اكتر حاجه بترفع لي هرمون الانسولين. غير كده كمان انا عندي من الحبوب حاجه اسمها حبوب مكرره وحبوب كامله. الحبه الكامله هي دي اللي احنا بناخدها لان بيبقى فيها قشرتها، لان الفايده كلها في القشره، الالياف كلها في القشره، الفيتامينات والمعادن اللي منها كمان معادن بتعليل الحرق زي السيلينيوم. فعشان كده مش بالضروره ان الحاجه تكون سعراتها اعلى عشان انا ارفضها، لا انا بختار. في حاجه هنا عندي اسمها فود سيلكشن او فن اختيار الاكل زي ما بيقولوا، انه انا عارف الاكل اللي بيخش لي ده مفيد ولا لا، بيعمل ايه جوه. انت نسيتي، انا عارفه انت فيها وبس. انا عارفه بعتين لي رسائل كتير قوي بيقول لي بالراحه على الرجاله، قلت لهم لا حمود لا حمود لا انا عارفه انا عارفه دلوقتي ان الاكل ده هيخش جسمي يعمل ايه. حل. تمام. فان ده في فرق اكبر من ده، هاخده هاخد البني، وانا عرفت دلوقتي ان التوستايه دي فيها 69 او 70 سعر تقريبا. دي بقى بيتم حرقها بسرعه اسرع من بالظبط عشان دي التوست البيض، عشان دي اسمها حبوب كامله. الحبوب الكامله دي اسمها نشويات معقده. معقدة دي يعني بتاخد وقت على بال ما بتتهضم، وبتاخد وقت في رفعها للسكر، فالجسم يقدر يحرقها أسرع بكتير. ده بيتهضم بسرعة جدا، اللي هو الدقيق الأبيض مش بيديني طاقة، بيجوعني طول الوقت. يعني أنا لو جيت أكلت التوستاية البني دي هلاقي نفسي شبعان، بس لو جيت أكلت البيضة هلاقي إن أنا بعد 10 دقايق أنا عايز أكل واحدة واثنين وتلاتة وأربعة ومش بشبع منهم، زي بالظبط العيش الفينو. زي العيش الفينو. خش على العيش الفينو. خش على العيش الفينو. العيش الفينو ده اللي هي الواحده دي تقريبا دي 60 جرام، ال 60 جرام دي فيها 160 سعر. يا نهار ابيض. اللي هو انا بفتح الساندوتش بملا اي حاجه والحاجات دي فيها سعرات كمان، خلصت الاربعه دول وانا قاعد وانا حاسس ان انا اصلا جعان وانا قاعد هقعدها. ينفع اقعد؟ انا اسفه عشان انا دي طريقه. انا دي طريقه الكلام. ما ينفعش. انا بحب، انا متحيزه جدا للستات وانا لا بحب مش عايزه الست ما تتكش قوي يعني ما تتكش قوي يا بومبو. انا بعترف انا متحيزه. طيب بس انا طريقه الكلام. كمل. فالفكره دلوقتي ليه برضو نفس القصه اللي احنا كنا بنقولها في التوست الابيض بتنطبق على العيش الفينو، لان هو برضو معمول من الدقيق الابيض ده، فبيجوعني سعراته كتير في الرغيف الواحد، فانا مش مستفيده اي حاجه غير ان انا عماله بدخل سعرات، والسعرات دي بتجرني لسعرات تانية، وانا مش حاسه ان انا عماله باكل الاكل ده وهو اللي السبب في زياده الوزن عندي. ايه الفرق ما بين ده وده ولا هم بس الفرق ده الحجم؟ الفرق ده الحجم. الفرق بقى يعني ده يعني انا لو كلت ده مثلا ده 1000 كالوري، ها ده تقريبا 3 اضعاف ده، فاحنا كده بنتكلم في 500 700. وانا اصلا ليا كام في اليوم عشان اخس؟ لو بخس طبعا هي بتتراوح بين كل شخص للتاني على حسب معدل الحرق بتاعه والهدف اللي عايز يوصل له والسن بتاعه. كام ابروكسيميتلي تقريبا؟ ما نقلش عن 1300 بالنسبه للبنات اللي قاعدين ما بيعملوش مجهود في البيت. يعني انا لو كلت ده انا انتهيت، انا حياتي راحت. ولو وحطيت فراخ جبنه بقى او اي حاجه انا انتهيت، مستقبلي راح. طيب ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، العيش الشامي. احنا عندنا هنا نوعين. العيش الشامي ده هو زيه زي العيش الاسمر العادي في السعرات، يعني ده 350 وده 350، بس انا هاخد من ده نص رغيف من البلدي اللي هو معمول بالدقيق الاسمر، هاخد منه نص رغيف هيشبعني، فانا كده خدت 150 سعر منه. هاخد من ده رغيف واحد ب 350 سعر هيجوعني. فدي القصه كلها في الدقيق الابيض والدقيق الاسمر. الحبوب الكامله هنا هي دي اللي بتشبع لان فيها الياف كتير، الالياف دي بتخش جوه جسمي تنفش في معدتي فبتحسسني ان انا شبعانه لوقت طويل جدا. العيش الفينو ده فيه منه بني، ده احسن بالظبط؟ ده احسن. هما الاثنين نفس السعرات،
يعني ده ال 60 جرام منه فيه 150 سعر وده ال 60 جرام منه فيه 150 سعر، بس ده هاكل منه الواحد برضو هيشبعني، ده هاكل منه 3 4 مش هيشبعني. بالظبط. عندي مشكله بقى في الاعتماد على الدقيق الاسمر كتير. انا الدقيق او منتجات القمح عامه فيها ماده اسمها جلوتين، الجلوتين ده بروتين جوه القمح نفسه، بيعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي والامعاء، وانا 70% من المناعه بتاعتي موجوده جوه المعده بتاعتي، فانا كده بدمر جهازي الهضمي فبتعب المناعه بتاعتي وبتعب صحتي. فهنا برضو مش معنى ان الاكل صحي ان انا استخدمه بكميه زياده، لا انا بكنترول، انا عندي بدائل كتير للنشويات، يعني مش لازم ان انا كل اعتمادي في النشويات يبقى على القمح. احنا شعب حياته كلها عيش وبنحب العيش، بس حتى العيش حتى العيش دلوقتي بنستعملها استعملت المعلقه بالظبط كده. فاحنا بقى عايزين، انا عايزه اعمل لي بتاعت، اتفضلي دلوقتي انا بكلم مع صحابي انا عايزه اوجه رساله بس انه مش معنى الاكل صحي ان انا ازود من استخدامه، لان زياده القمح الكامل دلوقتي هتعمل لي مشاكل في المعده وهتعمل لي مشاكل في الهضم وهتعمل لي مشاكل في امتصاص الاكل، فده هياثر على الحرق بتاعي وكمان هياثر لي على مناعتي، وغير كده كمان السعرات، لان انا في الاخر زي ما انت بداتي انا محكوم بسعرات معينه. طيب اخيرا ده ولا ده كارثه؟ قلبي ده كارثه، قلبي هو ده لا لا ما تشتميهوش، هو مش ماله العيش السن الاسمر جميل الجميل أمر. ده الصغير ده فيه 250 سعر، ده اللي قد كده ده انا باكل منه العيش السن الدايت ستة ولا باكل ملوخيه فراخ وملوخيه وبقول بعمل ريجيم، ما هو دايت الحمد لله ربنا سترها عليا الحمد لله. طيب لا ده فيه 250 سعر، غير كده ده معمول بالرده اللي هي القشره بتاعه القمح. مشكلتي في القشره هنا بتعمل ايه؟ بتقلل امتصاص الحديد والكالسيوم في الاكل اللي انا باكله، يعني ممكن تدخلني ان انا يبقى عندي انيميا لو انا شخص نباتي مثلا او مش باكل بروتين حيواني بكميه كبيره. هي عامه بتاثر على الحديد اللي موجود في المصادر النباتيه والمصادر الحيوانيه، بس تاثيرها على المصادر النباتيه اقوى بكتير. فلو انا واحدة مثلا مش بدخل بروتين حيواني اللي هو جاي من الفراخ واللحمة والأسماك والبيض والجبن ومنتجات الألبان، هلاقي وباكل ده بكميات كبيرة هلاقي ان انا عندي أنيميا، ممكن يجيلي أنيميا. فبرضو نفس فكرة انه مش بالضرورة يكون صحي عشان يخسسني، مش بالضرورة يكون صحي عشان استخدمه بكمية كبيرة، عشان حتى الصحي ده استخدامه كتير يأذيني. طيب اخيرا البقسماط. البقسماط، البقسماط احنا عندنا حجمين منه، ده الحجم الكبير. لا في بسمسم وفي من غير. هقول لك اللي طيب. بسمسم اهو. ما تجيبي واحدة، خدتي واحدة كده من الأزقزة قبل ما تدينا الخبر في وشنا. يلا. أقول أي حاجة أقولها. دي كده الحجم الكبير. دي فيها 82 سعر ودي زودي عليهم 10 شوية السمسم اللي اتحطوا دول تقريبا نص معلقة، فزودنا 10 سعر، والاتنين دول معمولين بدقيق أبيض، ده بقى اللي معمول بالدقيق الأسمر فده أفيد، بس ستيل فيه ال 82 سعر. يعني أنا ممكن لو عايزة بقسماط أخدها كسناك، أخد واحدة اتنين مع كوباية شاي حاجات كده، فاهمة؟ افطر بيها 3 4، دي الكميات اللي احنا بنتكلم فيها، مش هاخد دي كلها وافطر بيها الصبح واقول هو انا ما بخسش ليه؟ عشان انا بقابل المشكله دي كتير قوي، انا باكل اكل صحي، انا باكل دقيق بني، انا ماشيه على النظام الصحي مظبوط، بس انا مش عارفه انا بتخن ليه؟ بتخن ليه؟ عشان عندي استخدام مفرط في الحاجه الصحيه اللي هي اصلا سعراتها عاليه. انت نورتيني.